احنا تقريبا يعني من الاعلان اول يناير 8 يناير ايه اللي هيحصل بسرعه. العمل تقريبا هيبدا من فبراير في شهر رمضان شهر كامل وبعدين 21/6 هنبدا، يعني الاربع شهور هيصفصفوا عمل ثلاث شهور. فلازم كان يكون في فيجن كبيره جدا قويه جدا نشتغل عليها. معطيات الامور ايه مع اللجنه المنظمه؟ هو المعطيات جانب تطوير الانشاءات واستعداد الدوله ليها، فبالتالي كان في لجان على اعلى مستوى موجوده لوضع رؤيه وتنفيذ حتى تاريخه وحتى الساعه احنا بنتابع بشكل كبير جدا. مجلس الوزراء برئاسه دوله رئيس الوزراء كمان حط كل الامكانيات ومتابعه دقيقه برؤيه قويه جدا من فخامه الرئيس، وده كان ليه دور كبير جدا جدا على يعني قوه نجاح هذا الحدث واستضافه مصر ليه. وانا بتكلم عن محمد صلاح وبتكلم احنا المهم نبذل اقصى جهد حتى لو البطوله ما كملتش كلمه قال لي لا احنا ناخد البطوله. استعدادنا للكفاح ده في حد ذاته كمان يعني خلاني ابقى قاعد اتعدل او انتبه اكثر انتباها في الحقيقه ان الروح دي موجوده. وبيتكلم لا احنا حالتنا النفسيه والاعداد والتأهيل النفسي احنا في احسن حالتنا. كلام خدته بالنسبه ليا هو اعداد وتاهيل ليا، لان كمان احنا بنحب نشوف الحاجه دايما الكوب المليان، حتى لو بنقول الكوب اللي مش مليان نقول ازاي نملاه، يعني مش بس نسيبه فاضي، ازاي ان احنا نخليه احسن، وده الطريقه الوحيده او الطريقه الكبيره اللي نكون موجود او موجودين فيها. وده الدعم اللي بنلقيه من القياده السياسيه، الدعم اللي شايفينه من سياده الرئيس ومن رئيس ودوله رئيس مجلس الوزراء.